من القدس الصحفية هبة مصالحة تعطينا تفاصيل. هبة محمود شكر، قبل قليل كان يقول هناك زخات صواريخ يطلقها حزب الله باتجاه الشمال الإسرائيلي، هل هناك أي تصريحات أضرار وقعت شيء من قبل الإسرائيليين؟ نعم، رشقة صاروخية على دفعتين استهدفت مواقع وسمعت صافرات الإنذار بمواقع لم تسمع صافرات الإنذار بها منذ 8 أكتوبر. نحن نتحدث عن جنوب مدينة حيفا، يوكنعم، وأيضا ليف مفراتس، وهو بالطريق في باتجاه بين حيفا وعكا، وأيضا بالجليل الأوسط والجليل الأسفل، وفي مناطق في الأغوار أيضا سمعت صافرات الإنذار. سمعت أيضا 6 انفجارات في مدينة حيفا قبل قليل، في إشارة إلى تصعيد وتوسيع لنطاق استهدافات حزب الله في إطار العمليات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بضربات وغارات يقوم بها سلاح الجو الإسرائيلي، التي وصفت بأنها الأعنف منذ 8 أكتوبر على مواقع في جنوب لبنان. طالت مديات أبعد من 125 كيلومترا عن الحدود، ويدعي الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بهذه الهجمات في سياق إطار الضربات الاستباقية. وأيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل قليل تحدث عن أن إسرائيل تقوم بضربات استباقية ولا تنتظر التهديدات، في إشارة أيضا إلى استمرار العمليات العسكرية والغارات التي من الممكن أيضا أن تصل إلى مديات أبعد، والتهديدات الآن أن تكون الغارات. وأيضا قبل قليل الجيش الإسرائيلي أعلن عن سلسلة من الهجمات أيضا بسلاح الجو الإسرائيلي على البقاع، هي فعلا قد بدأت هذه الهجمات.